أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن رؤية قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن بناء مدن إسكانية مكتملة المرافق والخدمات منذ انطلاق المسيرة الإسكانية في منتصف القرن الماضي أكدت جدواها في توفير السكن الملائم للمواطن البحريني وأسست مجتمعات جديدة ومستدامة في مختلف محافظات المملكة اتسمت بتناغم نسيجها الاجتماعي. وبمناسبة اليوم العالمي للمدن والذي يصادف 31 من شهر أكتوبر، أشار وزير الإسكان إلى أن هذه المناسبة تعد فرصة مواتية لاستذكار التجربة البحرينية في بناء المدن الإسكانية وتوفيرها حتى الآن 8 مدن بواقع 3 مدن تم تشييدها في القرن الماضي، وهي مدن عيسى وحمد وزايد، فضلا عن تشييد 5 مدن في الألفية الجديدة، وهي مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وشرق سترة وضاحية الرملي، منوها إلى أن تلك المدن باتت تمثل جزءا من هوية المملكة بعد أن تشكلت بها مجتمعات عمرانية جديدة بما يعكس نجاح تلك الرؤية. وأوضح الوزير أن فكرة مدن البحرين الجديدة التي تعكف وزارة الإسكان على تشييدها في الوقت الراهن في إطار خطة تنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية مستوحاة من نجاح تأسيس مدينة عيسى ومدينة حمد ومدينة زايد، وأن المدن الجديدة أكدت مرة أخرى نجاح تلك الرؤية، الأمر الذي يتجسد في المراحل الأولى التي تم تسكين المواطنين بها.